هي إرسالية من الأمن الوطني لولاية الجلفة لمديرية الصحة في نفس الولاية، تتضمن تنبيهاً عن خطر احتواء مواد غذائية قد يستوردها بعض التجار على مواد مسرطنة. لكن ما تحمله المراسلة هو تركيبات لا تخلو منها كثير من المواد المستهلكة يومياً. سيدي برودوي شيميك، لو كان الإنسان يستهلكهم وحدهم يعني هما خطيرين على الصحة، يعني خطيرين على الصحة. ولكن هذه المواد لما نستعملوهم في المواد الغذائية نستعملوهم بحذر ونستعملوهم بكمية صغيرة جدا. الكثير منا يجهل التركيب والصنف والفعالية الكيميائية لهذه المواد، ناهيك عن الخطر الصحي المترتب عنها. التركيبات الكيميائية المختلفة الموجودة في المواد الغذائية التي نستهلكها بشكل يومي قد لا نفقه أبجديتها العلمية وتأثيراتها المستقبلية، وهو ما يستلزم تحسيس المستهلك بتفقد مكونات أي منتج قبل استهلاكه.